صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم من استديوهاتكم بأربيل. بتشكركم على الدعوة اللطيفة. نحن الموضوع اللي بدنا نحكي فيه هو موضوع قديم، بس صار في تجديد على التقنية اللي ممكن نحن نشتغل عليها. حقن الشحوم موضوع كثير مهم، والسيدات غالبا بيطلبوا، حتى بصراحة في قسم كبير من الرجال بيطلبوا مننا دائما أي معلومات مفيدة. ليش؟ بسبب معرفتهم بأهمية الشحم كتعويض لما يصير عندنا فقدان بنسيج الوجه أو بنسيج أي منطقة ثانية بالجسم. تمام. فهو أكثر شيء معروف حقن الشحم بالنسبة للوجه. بالنسبة للناحية التجميلية، بس بنفس الوقت نحن ممكن نحقن الشحم لتعويض ندبات أحيانا، يعني سيئة المظهر بالجسم ممكن نعود فيه أحيانا بالثدي مع تحفظات والتزامات معينة ضمن الثدي، ممكن الخلفية، ممكن أي منطقة بالفخذ ممكن يصير فيه تعويض للشحم. فما أماكن التوزيع الشحم هي متعددة يعني. طيب دكتور، قلت لي بالبداية أنه هي هذه التقنية موجودة قديمة، لكن دخلت لها أنه أشياء جديدة، إيش هي هذه؟ تماما. هلأ نحن عادة بنحكي بشكل منطقي وواقعي وعلمي أنه لما نحقن شحم بالوجه، نعم، عادة أنا بعطي المريض وعد وسطي، يعني نسبة وسطية، نحن ما لنا قادرين نقدرها بالشكل الدقيق، بس أنه 30% حسب الطرق القديمة اللي كانت تجرى، اللي هي اسمها تقنية كولمان. هل هي تقنية كولمان؟ تقنية طورها طبيب أمريكي بحيث أنه يستخلص الشحم بطريقة معينة، بفصله عن باقي مكونات اللي بناخدها من الجسم. هي عملية بتصير ممكن ببنج موضعي، ممكن ببنج عمومي حسب قدرة تحمل المريض. ممتاز. بس بنج موضعي أكيد أسهل، لأن هي ألمها قليل، يعني ما تأذي كثير. بالنسبة لنا كانت التقنية توفر لنا حوالي بعد شهر أو شهرين من الحقن، توفر لنا حوالي 30% بشكل صافي من الشحم الصافي اللي يبقى ويستمر ويعطي نتائج. التقنية هي اللي دخلت بتعطي نتيجة أفضل، بالإضافة إلى إعادة حيوية البشرة بشكل أفضل. ليش؟ لأن في عنا شيء اسمه سترومال سيل، تقنية طوروها الطليان بشكل أنه الخلايا الشحمية يلي تبقى نحن نرجع كمان نأخذ معها شيء اسمه سترومال سيل، طبقة جدا رقيقة وخفيفة. كانت أيام زمان تقنيات السابقة نحن عايزين أنه نحصل عليها. طيب دكتور، هذه التقنية لها مخاطر تكون تشكل مخاطر؟ أبدا، بالعكس زادت فائدة حقن الشحم. يعني حقن الشحم هو معروف الخلايا الشحمية هي خلايا بانية، هي خلايا فيها growth factors، فبحد ذاته حتى يعني هذا الشيء بياخذنا. ليش نحن بالثدي حذرين انه دائما اشرح للمريضات انه نحن ما نحقن شحم غير بضوابط معينه ومراقبات معينه، لان الخلايا الشحميه ممكن تكون فيها عوامل منميه، فاذا لا سمح الله كان في اي بؤره سرطانيه صغيره مو مدروسه المريضه، ما يعني نحقن الشحم بدون دراسه وافيه للمريضه ممكن انه تعطي دغري درجه متقدمه من سرطان الثدي. فلهيك في ضوابط، يعني هو بينحقن بس ضمن ضوابط معينه ومتابعة. طيب يعني تجرون فحوصات قبل؟ اكيد اكيد، اذا بدنا نحقن بالثدي فلازم نساوي شيء اسمه ماموغرام، دراسه للمريضه نتاكد ما في قصه عائليه، العمر يكون فوق 35، في ضوابط معينه لحتى نجري هي العمليه. الشيء الثاني اذا في قصه عائليه فاكيد يعني نتردد كثير، وكثير بيكون في حذر باجراءها. طيب احنا جهزوا ويانا الفيديوهات والصور. نحن اذا بتحبوا نشوف بشكل هيك سريع شو بيخلي هي التقنيه يختلف عن التقنيات السابقه. اوكي، نحكي شوية عنها. هلا هي بالنسبة لهي التقنية، نحن هلا بعد ما استأصلنا الشحم وأخذناه من المريضة بالتخدير البنج الموضعي، الشحم يكون شو يعني شوفي بهذه كيف تماما بنساوي شيء اسمه سنترفيوج، تسولت يعني تنقية. هي تنقية، هي عملية التنقية اللي بدها تصير، بحيث اني نحط شيء بآلة اسمها سنترفيوج. سنترفيوج هي بتقوم بفصل المكونات اللي شايفتيها، المزيج لسائل لدم لشحم للسترومال سيل اللي بتكون بالقاعدة. تقريبا بتاخذ حوالي 10 دقائق التقنية، بحيث لما تخلص مثل ما شايفة هلا بدنا نطلع التيوبات يلي فيها الشحم، نطلعها من داخل المثفلة. حلو. تمام، بتكون شايفة عنا عدة طبقات إذا منتبهها. هي سترومال سيل يلي بالقاعدة. نعم. كنا أيام زمان بالتقنيات السابقة وبالمواد الموجودة ما نقدر نحصل عليها. هلأ بدنا المرحلة الثانية، شوفي هلأ كيف صايرة المواد. هلأ بالمرحلة الثانية نحن بتجي هلأ بتشوفيها أنه كيف بدنا نفصل هاي المواد عن بعضها
وننقلها لسيرنجات بحيث ناخذ شحم خاص مع سترومال سيل. وتبلشون بالحقن تماما يعني. ايه هي مثل هي المريضه هنا. انا هاي كم عمرها تقريبا؟ هي تقريبا ستينيه يعني. يعني عادي تمام. ايه عادي. ايه عادي. وينطي ريزولت حلو؟ ايه بيعطي اكيد ريزولت حلو. احنا انا ضفت لكم كمان صور قبل وبعد ولمنطقتين بالجسم اللي هي منطقة فعلا انه ايه شفت الصور الايدين انه فرق الايدين جدا كبير. ايه الايدين والوجه. آه بالايدين يعني كثير نتائج حلوه. بتعرفي مع تقدم العمر كثير بملفت للنظر يعني منظر اليدين بصير ظهر اليد. فحقن الشحم هو اجمل وسيله. ممكن نحقن الفيلر بس الفيلر يحتاج كميات اكبر ومانه دائمي فبتكون مكلف على المريض فبيضل حقن الشحم خيار افضل. يعني هسه هذا السعر انه اقل بيكون من اذا بدنا ناخذ على المدى البعيد. دائما بناخذ الامور على المدى البعيد. انا اذا المريضه بدي احقن لها سنتيين بكل جهه من ايدين لا اكيد بيكون حقن الشحم اوفر. وبالاضافه انه الشحم اللي بيبقى بشكل دائمي خلاص يعني. شنو العمر المناسب اللي السيده او الشاب انه يقدر هلا بالنسبه اليدين؟ لحقن اليدين بعد الأربعين يعني. أه. اكيد يعني واحدة بالثلاثين بيكون النسيج الشحمي موجود بشكل جيد بالظهر. طيب ينطي ريزولت انه نفس ديانا بعمر ال20؟ أكيد يعني. أكيد أكيد يعني حتى هلا إذا قدرنا نمرر الصور نعرض الصور ممكن نشوف شيء كثير حلو بالنتائج بالوجه مثلا. هي شوفي اليدين واو يعني فعلا فرق يعني فرق كثير كثير كبير يعني. أه. الحيوية كلها بتنعاد. بتلاقي المريضة بعد فترة بتشافت صارت تشوف الأوردة والتفاصيل بالشفوف مثل ما نقول. بهالطريقة بتخفي هذا المنظر اللي بتحسيه مثل العجوز. وهذا الشيء على فكره موجود عند حتى ناس صغار بالعمر ممكن يكونوا نحيلين. صحيح. فنحيلين فالنحول اكيد له نتيجه. هي مثلا نتائج مرضى بيفور اند افتر بالنسبه لحقن الشحم. هاي عاملين هنا الوجه تمام الوجه الخدود والنازوليبيال فولد. هي نتائج بعد حوالي شهر شهرين يعني. طيب ما لنا نتائج اوليه. هو لكن فيس كونتور كثير نتائجه حلو بالفيس كونتور كمان الشحم لانه بيعطيكي نسيج طبيعي من نسيج الجسم ما في اي له اي مشاكل او اي اختلاطات. نوضح للمشاهدين اكثر اللي هو الفيس كونتور القصد به اللي هو بدل تحديد الوجه يعني نسوي التحديد مالت الوجه. شلون هسه انه اغلب البنات انه دا يعملوه بالميك اب فدكتور شادي انه بامكانه يعمل لنا اياه بطريقه طبيعيه ومواد من جسم المريضه ومن دهن الجسم يعني. طيب نحن دائما عندنا مثل ما بحب اوضح لحضرتك دائما عندنا عده خيارات. الخيار اللي لازم نختاره اول شيء لازم يكون صحيح علميا. الشيء الثاني لازم يكون مناسب للمريض. كيف مناسب للمريض؟ يعني بيتبع عدة مواضيع. الناحية القدرة المادية للمريض، خوف المريض مثلا إذا مريضة بتخاف من إجراءات جراحية مع أنه هي جدا إجراء جراحي بسيط جدا حقن الشحم فنحن بنتوجه لإجراءات تانية حقن الفيلر مثلا. أحيانا بتكون مثلا حتى حقن الفيلر أو الشحم ما كافي ممكن نتوجه لشد الوجه بالخيوط. ممكن نحس أنه شد الوجه بالخيوط ما بيقدم نتيجة جيدة للمريض نتيجة نوصل لمرحلة شد الوجه الجراحي. فالموضوع له على أول شيء بطبيعة المريض الشيء المثالي له وطبيعة تقبل المريض العلاج. طيب احنا تكلمنا بالحلقة السابقة عن شد الخيوط الوجه بالخيوط الذهبية. الذهبية طيب شنو الأفضل يعني برأيك؟ إنه هو كل واحدة لها خيار يعني. أنا وقت اللي بتيجي مريضة مثلا عندها الخد ضامر أو عندها الخد مانو بارز أبدا بفضل إن أو بشرتها تعبانة بفضل إني أول شيء بلش لها بحقن الشحم لحتى هي حتى هذه البشرة لعملية شد الوجه بالخيوط. آه يعني ممكن ممكن إيه لكن أنا فيني أحقن الشحم مثلا وبعد حوالي شهر فيني اشتغل عملية شد الخيوط. بتكون بالعكس النتيجة أجمل بكتير ما أني حلو. اشتغل شد خيوط لمريضة لأن عادة المرضى اللي جلدهم رقيق أو تعبان أو المدخنين عادة بيكونوا هدول المرضى نتائج الخيوط عليهم مانا رائعة مثل المرضى اللي بيكونوا فريش. إذا مريضة عندها مثلا الخد كبير بس مترهل أكيد بفضل أنه بلش بالخيوط ما بلش بشحم لأن هي أوريدي مترهل وجهها فبدي يزيد كمية كبيرة بدي يزيد الترهل لا بكون قراري الخيوط. طيب بالنسبة لل يعني المرضى اللي يزوروك دكتور اللي هم يكونون نحيفين يعني جدا ضعيفين البنية ضعيفين الجسم شلون يعني تقدر تاخذ تماما هلا بقد ما كان المريض نحيف يعني دائما في طبقة شحمية أمينة ما تساوينا تخسفات بالجلد يعني دائما فينا نقطفها من المرضى. هذا من عملية قطف الشحم بثقوب كتير صغيرة بعملية جدا جدا بسيطة خلال دقائق يعني 10 دقائق المريضة بتكون مخلصين إجراء قطف الشحم. بنرجع هذه المرحلة بتبع حوالي 10 دقائق ربع ساعة
تصفية الشحم. نعم. لتحضيره لعملية الحقن اللي بتستغرق 10 دقائق إجمالا، عملية كلها 45 دقيقة بتستغرق. المريضة بتساويها وبترجع على بيتها على شغلها. بتسأليني شو اللي ممكن يغير بالمريضة، بقول لك المنظر، بتقولي لي أكيد يعني. المرضى أول شيء مثل أنا دائما بشرح حتى للمريض بحضره نفسيا، إنه ممكن أحيانا يصير عنده شوك، مريضة دخلت ما عندها خدود، طلعت عندها 10 سنتي خدود بكل جهة. فيعني الشخص يلي ما بيعرفها تماما، هلا انا معك، بس الشخص يلي ما بيعرفها بيشوفه حلو، الشخص اللي بيعرفها بينصدم انه شو صار يعني. صحيح. حتى هي ممكن تنصدم، بتقلي دكتور انه دكتور انا كثير مصدومه يعني، انا ما متوقع هيك المنظر. بشرح لها اكيد انك ما رح تتوقعي المنظر هيك، لان احنا عم نتنبأ انه الكميه اللي بدها تبقى تقريبا حوالي بهالتقنيه الجديده حوالي 5 سنتي. يعني بعد شهر حوالي 5 سنتي بيبقى من هذا الشحم اللي حقناه. واحتمال كثير انت بعد فتره تحبي هذا الحجم الكبير وترجعي تطلبي مرة تانية مني إنه دكتور أنا الشحم راح. هو ما الشحم ما راح، هو تراجع وأخذ شكله النهائي، بس أنت بيصير عندك طمع يعني، لأنك حبيت الخدود الكبيرة. صحيح. دائما بيكون عندنا صدمة، مثل وقت اللي منشوف شخص زايد وزنه، فبيصير عندنا شوك إنه هذا نعرفه نحيل صار سمين، فبيكون المنظر غير يعني طبيعي بالنسبة لنا. نفس الشيء هي بالنسبة إلى المريضة، شافت فجأة حالة صار إلى خدود. الناس بالطريق ما بتعرفها، اذا بتشوفها بتشوف خدودها حلوه، هي بتشوف خدودها لا مبالغ فيها، هي مو مبالغ فيها، بالعكس هي طبيعيه. وبترجع متاكد كل المرضى بنسبه 100% بيرجعوا بيساووا جلسه ثانيه، في منهم بيحبوا اكثر جلسه ثالثه. موضوع له علاقه بشيء اسمه فوليوم وحجم ضمن ذهن المريض، انا ماني قادر اقدره. يعني دائما بيسالوني المريضه انه يعني كيف بدها تطلع، انه مثلا بكفيني، الا ما فيني اقول لك بكفيكي. انا بالنسبه لي بساوي الليبس مثلا، بساوي شفايف، بساوي سنتي واحد فيلر، فانا ما فيني اتنبأ بذهنك شو في يعني الحجم يلي انت بتحبيه، التميه اللي انت بمخيلتك، الحجم انا ما فيني اتنبأ فيه. فيني اتنبأ انه كل ما زيد الكميه كل ما بعطيكي حجم احلى. طيب ينفع انه مثلا اذا نسحب الدهون وننقلها لجسم ثاني؟ لا اكيد لازم يكون حقن ذاتي، يعني هذا اسمه الحقن الذاتي للشحوم. المريض الثاني بيرفضها الجسم وبيساوي شيء اسمه رد مناعي عليها، فبيرفضها تماما الجسم. بتموت. اوكي. طيب ايش الفرق ما بين حقن الدهون وحقن الشحوم المدعم بالخلايا الجذعيه؟ هذا الدهون او الشحوم هي مصطلح واحد، بس بالنسبه لموضوع المدعم بالخلايا الجذعيه، الايام زمان كنا لما نساوي السنترفيوج التثفيل ما نقدر نحصل على هي سترومال سيل اللي هي الطبقه الرقيقه كثير اللي فيها خلايا جنينيه، هي اللي هي بتكون خلايا جذعيه اللي هي بتكون قادره على تصحيح والكوركشن واعاده الترويه الدمويه، اعاده حيويه الأنسجة بالمنطقة اللي انحقنت فيها. أيام زمان ما كنا نقدر نحصل عليها، هي التقنية قدرنا بطريقة معينة مخبريا أنه نقسم محتويات الشحم المقطوع. حلو. قلنا أنه هذه التقنية هي تحتاج التخدير موضعي أو عام. طيب قليل العام يعني، بصراحة إذا نحن ما رح نحقن منطقة مؤلمة جدا فما بنستخدم التخدير العام. يعني ما يحتاج يعني. حرام المريض يعني تعرضي لتخدير عام وفترة المخاطر التخدير العام وفترة الصحو بعد التخدير العام وإجراءات الدخول على المستشفى لحتى أنه نحن نشتغل هالإجراء ما بيتطلب يعني. طيب هذه التقنية لها مخاطر تشكلها يعني على الجسم؟ هلأ عادة أنا بحكي بصراحة، إذا حتى المريض بده يقطع الشارع ممكن يتعرض لمخاطر. طبعا. يعني ما في شيء بدون مخاطر بالحياة، بس في شيء اسمه إجراءات واحتياطات. يعني مخاطرها تكون كبيرة؟ تماما. لا مخاطرها عادة يعني نحكي ممكن المشاكل اللي أحيانا ممكن تصير، أحيانا الالتهاب، هذا الالتهاب نحن بنكون التعقيم المناسب والتغطية الإنتانية المناسبة، ممكن يصير أنه عندنا تورم فترة ازرقاق كدمي تروح خلال فترة بسيطة. يعني نحن بالنهاية ما في أي إجراء بدون، بس إجمالا المخاطر تعتبريها مخاطر على الحياة أو مخاطر؟ لا إن شاء الله ما في شيء أبدا، إجراء جدا آمن وبسيط، وبالعكس يعني بتساوي الوحدة في منهم بيطلع على شغله يعني. حلو. طيب ايش فوائد هذه التقنية؟ هلا نحن مثل ما قلتي حضرتك فيس كونتور هي تحديد الوجه، هذا كثير مهم. احيانا بيكون في مريضات عندهم المانديبل او خط الحنك بيكون مانو جميل او مانو بارز متراجع للخلف، ممكن نحدد فيه. ممكن احيانا يكون في عندنا مريضه خسفه نصلح لها اياها. ممكن يكون عندنا النازوليبيال فولد، هدول الخطوط اللي بتكون خطوط الحزن صلحهم. ممكن التشيكس عندها ما في فوليوم فنرجع عندها. بالاضافه انا عم بشتغل كثير على موضوع في مريضات عندهم ندبات عمليات جراحيه بشعة كتير وآثار كتير يعني سيئة، ممكن الحقن تحت
مستوى الندبة، يحسن كثير من الندبة. حتى عندي مرضى أثار حب شباب جدا عندت على كل وسائل المعالجات بالإبر المجهرية وبالليزر وكل هالقصص، رجعت لما حقنت الشحم كريمات غير يعني قادرة تقدر تشتغل. صحيح. بس بحقن الشحم رجعنا عندنا حيوية المنطقة، تحسنت النتائج، تحسن لون الجلد. الشحم كثير بيعطي شايني سكين، بنقول الجلد اللماع بسبب طبيعته للشحم، فبيعطيك حتى سماكة بالشحم. حلو. بالجلد يعني. اها حلو، إذا هي هذه فوائد. طيب الأضرار؟ أضرار مثل ما قلنا ممكن يكون في اختلاطات، بس أضرار بمعنى الضرر لا، ما في ضرر. حلو. يعني ما لها أي أثار جانبية من جسم الإنسان، فما لها أي أثار جانبية. طيب بهذه الحالة لما راح نسحب الدهن، خلينا نقول من منطقة الإيد أو من منطقة البطن، راح تبين أكو يعني مثل الندبات؟ لا لا، عادة ثقب صغير يعني مثل رأس الإبرة الكبير، بس هذا هو عادة بيختفي، وبيكون عادة مخبى بمناطق ما ظاهرة يعني. بنحاول ناخذ بطريقة بحيث إنه الثقب بيكون على طي أو بمكان مختفي، فما بيبين. من ناحية الآثار ما في آثار إلا يعني. طيب إلها أضرار على المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة؟ هلا ممكن نحن نحكي عن الامراض المزمنه اللي هي مثلا السكري. بتسالين عن مرضى السكري، عن مرضى السكري بيكون الاحتياطات اكثر، بتردد احيانا بالعمليه بصراحه. نعم. اذا شفت مريض ما له ضابط السكري، ارقام السكر عنده ما منتظمه، ما في اهتمام من المريض، فما يعني بحاول العمليه بصراحه الغيه. اذا شفت مريض شيء اسمه السكر التراكمي كويس، فمعناته هذا مريض أكيد منتظم. اكيد راح نرجع وياك دكتور، لكن ناخذ هذا الاتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. مين الدكتوره؟ لو قال راح عندك قلت الدكتور، انت يعني عارف الدكتور؟ ايه الدكتور شادي معي. وانا الدكتور شادي جابر، تفضلي. حبيبتي عندي انا من البصره حتى تجيكم جوا وحده، عندي ريحتي عتها خساف جوا العين، وعتها خطوط يم الحلق، هاي فيها شحوم لا فلر. بس تنصين صوت التلفزيون اللي يمك؟ ها؟ نص صوت التلفزيون اللي يمك حتى نقدر نسمعك. عنده لا 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 اوكي نافس. اوكي نافس. اختك عندها خسفات، عندها يعني خسفات جوا العين، وعندها خطوط باليمن المحل. اوكي عندها خطوط. قديش عمرها رضيعتك؟ مواليد 75. مواليد 75، أنا رضيعتي فكرت عمرها سنوات. فبالنسبة لها خيارات حقن الشحم خيارات جيدة للخطوط يلي بتكون عند الحلق. بالنسبة لأسفل العين في عنا علاقة عادة بين الخد والجفن السفلي. نعم. يعني ضمن معايير معينة بنشوف نحن إذا بحاجة هي المريضة حقن. انا حول العين من الاطباء اللي يعني ما بحب الحقن حول مستخدم. لا حول العين انا ما بحب احقن ابدا. ممكن حقن الفيلر بالخدود او الشحم بالخدود او الخيوط الذهبيه يحسن اسفل العين. الو الو فدوى، يعني جوا العين ما نحقنها الشحوم؟ انا بالنسبه لي ما بحقن وما بفضل. ويا دكتور شادي انه هو ما يحقن بالشحوم لانه ما راح تكون نتيجتها لأن الشحم يعني مضمونة. الجلد رقيق، الجلد رقيق يكون رقيق تحت بيبين عدم يعني. انتظام وما في مريض شفته ابدا عند اي طبيب. يعني فيلر؟ الفيلر احنا فيلر؟ اي نعم فيلر. الفيلر ما بحقن انا ما بحقن. بعد ايش هي ممكن العلاج؟ ممكن قلت لك بالنسبه لنا في علاقه بين الخد والجفن السفلي. طيب. بالنسبه لبعض المرضى هن تشريحيا ظاهره هي المشكله، ممكن احيانا احد العمليات انه نحرر الفات باتس بعمليه شد الاشفان السفليه، نحرر الشحم يلي موجود يعني ضمن الجيوب. في شحم ضمن الجيوب ممكن نرجع نثبته على العظم بعمليه، اما حقن حول العين بالجفن السفلي انا ما بحقن ابدا وما بشجع حدا. الدكتور هو ما يشجع بصراحه على هذه الخطوه، لكن اكيد هو انقطع الاتصال، لكن هسه هي تسمعنا من خلال الشاشه. ملك الدكتور يقول انه هو ما يحقن الفيلر او الشحوم تحت العين، الافضل انه نعمل لها تعمل عمليه جراحيه اذا كان في عندها شيء اسمه فات باتس. ممكن تتحسن بهي الخسفه، نحرر لها اياها ونثبتها على العظم، فممكن على عظم الاوربيت بنقول له او الحجاج نثبت هذا الشحم بغرز تعطي نتيجه احلى وعلاقه احلى بين الجفن السفلي مع الخدود. طيب دكتور
طيب نرجع لموضوعنا اللي هو اللي عندهم الأمراض المزمنة. إيه كنا عم نحكي عن مرضى السكري، فبيكون في عنا شيء اسمه السكر التراكمي. هذا أحيانا إذا شفنا أرقامه عالية عند بعض المرضى فمنحاول نأجل المريض حتى يقدر يضبط السكر مشان ما يفوت باختلاطات والتهابات بعد العملية. مرضى السكري دائما عندهم هي المشكلة، تأهب أعلى للالتهاب، فدائما لازم يكون مضبوط السكر. طيب بالنسبة للي يستعملون أدوية يعني باستمرار، هلأ إذا بالنسبة للي بيستعملوا أدوية مثلا أدوية ضغط هي الأمور ما في أي مشكلة، أدوية شحوم ممكن. نحن في أحيانا المرضى القلبيين مشان ما يصير كدمة أو إزرقاق أكثر بيكون في مرضى أحيانا بيتناولوا أسبرين، فبعد استشارة طبيبهم المعالج ممكن يتوقف الأسبرين ويتم استبداله بدواء ثاني. نحقن ونرجع نرجع الأسبرين بعد فترة. إيش قد تقريبا يعني ممكن نوقف الأسبرين؟ يعني حوالي 5 أيام قبل العمل الإجراء لحتى نقدر يكون الصفيحات القديمة، يعني شيء له علاقة بموضوع النزف وما النزف هالأمور. فنحن بالنسبة لنا ما في عندنا موانع غير إذا في مثلا مريض عنده أمراض جلدية مناعية، هذول ما أكيد نحن ما بيكون مندور على حقن الشحوم عندهم. بس عادة ما في موانع غير أنه محاذير، يعني بمعنى المحاذير أكثر ما هي موانع حقيقية لحقن الشحم. طيب دكتور أنا قرأت أنه ممكن هذه الدهون اللي مثلا يعني تنعمل بالوجه او باي مكان ثاني بالجسم انها ممكن تسقط توقع يعني تسقط في منها الكلام لا يعني؟ تسقط مو تسقط معنى تسقط، بنقول في نتاج لهذا الشحم اللي بده ينحقن. هذه خلايا بالنهايه خلايا حره، هذه الخلايا الحره مو كلها قادره انه تامن تغذيه وترجع تثبت بالمكان اللي انحقنت فيه. هي عباره عن من الا طعوم حره، لما نحطها بتربه هي التربه حالتها الغذائيه الاوليه هي لها نتائج. لهيك دائما بنقول اذا مريضه اصغر بالعمر النتائج احلى من مريضه كبيره بالعمر، اذا مريضه غير مدخنه او مريض غير مدخن نتائج احسن من مريض المدخن، اذا مريض عنده مثلا اثار حب شباب وتليف بالمنطقه ممكن تكون النتائج اقل من المتوقع. فهذا موضوع انه البريدكشن بنقول التوقع اللي انا بدي اوصل وسطيا، عادة نحكي عن 30% وسطيا بالتقنيات القديمة و 50% بالتقنية هي الجديدة من كمية الشحم بتثبت. بدك تسأليني ليش ما بتثبت؟ ممكن يصير في شيء اسمه مايجريشن هجرة، ممكن يصير شيء اسمه بلعمة، يعني انه بتلاقي في خلايا تتدمر تموت فبتيجي خلايا بتاكلها. بس يعني بكل الأحوال حقن الشحم بحد ذاته هو بيقدم لك تربة خصبة جدا لمواد ومحتويات ضمن الخلايا الشحمية قادرة تغذي الجلد وتعطي جلد أفضل وأنقى عند المريضة. حتى في مرضى عندهم كلف استباغ بالجلد كتير بعد حقن الشحم تحسن حتى التصبغ الحملي اللي موجود عندهم. طيب شنو الاحتياطات اللي يتخذها المريض بعد إجراء هذه العملية؟ عادة أنا بطلب من المريضة أنه تحاول ما تأكل أو تمضغ بشكل أكلات قاسية خلال يعني أسبوع. نفس موضوع الخيوط تماما لأن هذه المضغ يعني في دراسات بتقول أنه ممكن حركة العضلات الماضغة القوية بالمنطقة ممكن تسبب يعني مشكلة بثبات يعني الخلايا الشحمية. يعني المريضة تقضيها أنه مثلا بس على الشوربات تماما والأشياء أو أكل لطيف ما يكون بده مضغ مثل اللحم. نفس الوقت هذا تعمل دايتنج دايت أي دايت. أنا هلأ مثلا مريضات مثلا كمان بقول لهم خلال هالفترة لازم حتى الخلايا الشحمية ما تجوع، يعني هي الخلايا الشحمية بحاجة لطاقة لتقدر تثبت فمو تساوي حمية قاسية. أنا بقول شيء كتير حلو كمان إنه المريضات يلي بيكونوا نحيفات ممكن الخلايا الشحمية اللي عندهم تثبت أكثر من غيرهم بسبب إنه هن متعودين على ظروف عالية من الحرمان صحيح. فهن بالنسبة لهم هي بتكون خلايا شحمية أقوى وقادرة أكثر على الثبات من المرضى السمان. يعني بتلاقي مريضة سمينة بدينة منحقن لها كمية شحم ممكن تكون أقل من نفس المريضتين وبنفس اليوم، ممكن واحدة تثبت أكثر من الثانية. وبرجع بقول آخر شيء الموضوع له شخصي، نحن بنقدم الخدمة العلاجية وبننتظر النتائج وبنعدل على هو النتائج. بشرح بشكل بسيط، مثل المريض عنده ارتفاع بالضغط نحن بدنا نفهم أن التجميل حتى هو خدمة طبية للمريض، فتعطيه دواء ضغط ممكن ما يستجيب عليه صحيح. فنحن بالنسبة لنا كمان نحن في عنا قدرات أكثر من هالقدرات، ما فينا نقدم، فينا نقدم العلاج المناسب وننتظر الرد من المريض. يعني نحن مو دائما ما عم نتعامل مع جماد أو حائط أو شيء، نحن عم نتعامل مع جسم إنسان ممكن يكون له صحيح. ارتكاسات على العلاج صحيح. دكتور أكيد نشكرك، نشكر تواجدك ويانا، شكرا على هذه المعلومات القيمة اللي دائما تزودنا بها.